متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفتوى قضايا الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او ام اس تي في. بدايه وكيف عودناكم وكيف ديما كنبغي نوجه الشكر للمتابعين ديالنا كاملين داخل ارض الوطن وخارجه، وبغيت نوجه التحيه لواحد جوج الناس خلاو لنا تعليق عبر القناه. واحد السيد اللي من مراكش قال لك وجه لي التحيه للام ديالي بمدينه مكناس اللي سميتها عتيقه بالماحي، وواحد سيده او واحد الفتاه ساكنه في بنين صفرو سميتها ليلى. تحياتي لكم وتحية لجميع المستمعين ديالنا فيما كانوا. قبلوا علينا الصوت مازال شي شويه جراء داك المرضى اللي كنت فيها، مازال الصوت شويه ماشي هو هذاك. قبلوا علينا على هذا الصوت ومنطوج عليكم وندخلوا معكم في سرد اطوار جريمات اليوم. متابعينا الكرام، القضيه ديال اليوم او الجريمه ديال اليوم دارت الاطوار ديالها سنه 2006 بالاطلس المتوسط. فاش غادي نهضروا على الاطلس المتوسط؟ الاطلس المتوسط فيه بزاف ديال المدن والقرى. على سبيل الذكر المدن اللي كاينين في الاطلس المتوسط، البعض منها بحال صفرو، مزركندر، ازرو، الحاج، بخنيفره، هادو كلهم مدن في الاطلس المتوسط، وكاينين مدن وحدين اخرين. هاد الجريمه هادي وقعت في الاطلس المتوسط. عارفين الاطلس المتوسط في الوقيته ديال البرد والشتاء تيطيح الثلج عندهم، وداك الناس اللي عايشين في القرى او في الجبال او حدا الغابه كيكونوا في هاد الوقيته ديال الثلج والشتاء ما كيخرجوش بزاف، لان كتكون الطريق مقطوعه، الكسيبه باش يخرجوا يسرحوها كيكون الثلج مغطي لهم داك الربيع، ما كيخرجوا لا كسيبه لا والو، كيكونوا موجدين لهاد الفتره هذه، كيجمعوا الحطب وكيجمعوا التبن وكذا وكذا باش الماشيه ديالهم كتبقى عايشه في داك الفتره، كتخرج عاود الشميشه وكتقاد الامور كتفتح الطريق كيخرجوا. هاد الوقيته بحال هذه كان طايح الثلج، الناس ما خرجوش، هاي خرجات الشميشه الطريق تفتحات الثلج بدا كيذوب. ايوا اللي عنده شي فراش او شي حوايج كيخرج يصبنهم، اللي باغي يجيب العواد كيمشي للغابه، هاكو الامور غاديه. شي ربعه العيالات مشاو للغابه باش يجمعوا الحطب. هما غاديين في وسط الغابه في جنب الطريق، غادي يبان لهم هيكل عظمي ديال الانسان. العيالات قاسهم الذعر، كيفاش هيكل عظمي؟ خرجوا من تما تيتجراو كيغوتوا، رجالاتهم سمعوهم، مالكم؟ شي هيكل عظمي في الغابه ديال شي واحد، يلا شوفوا واش هادشي. كيمشيو معاهم الرجال ديالهم، بالفعل كيلقاو هيكل عظمي. غادي تخبر المقدم جا تمايا، خبر رجال الدرك الملكي، جاو رجال الدرك الملكي، بالفعل لقاو هيكل عظمي. هذاك الهيكل العظمي، داك الشتا اللي طاحت وداك الحمله، الهيكل العظمي كان في شي بلاصه وجابته الحمله، اي عراته الحمله. داك الهيكل العظمي عليه بعض الملابس، اي غير شي توب، ما بقاش داك التوب رشا بحال المده اللي دازت عليه والشتا والشمس وكذا، رشا كاين غير بعض الاثواب او شي حاجه اللي في الرجلين ديالو في اليدين ديالو. وداك الهيكل العظمي كان عنده واحد السنه ديال الذهب، اي مول هذا الهيكل العظمي عنده سنه ديال الذهب، كانت هاد السنه ديال الذهب نقطه مهمه في البحث. تخبرات النيابه العامه قالت لهم عمقوا البحث. رجال الدرك الملكي سولوا تما واش كان شي مقبره هنا، داك الناس المنطقه قالوا لهم لا سيدي، حنا قدامين هنا ما كاينش مقبره، مقبره واحده معروفه عندنا في البلاصه الفلانيه، كان شي ضريح زعما شي سيد هنا ولا شي، لا سيدي ما كانش. اذن هاد القضيه هادي مشكوك في امرها، غيعيطوا الطبيب الشرعي باش غيجي تما يهز داك العظام، وغادي غادي يحيلهم عفوا على المختبر باش يعطوهم الفتره فوقتاش مات هاد مول الهيكل وشكون هو وباش مات. هنا رجال الدرك الملكي هزوا داك العظام، داهم المختبر وداروا واحد المسح دقيق لداك مسرح الجريمه باش يقدروا يعرفوا هاد السيد هذا فوقتاش مات، او شي حاجه اللي كدلي فين كان هو مدفون او كذا او كذا. ما كانت شي حاجه اللي مهمه تما، لان كانت الحمله والشتا، ما كاينش شي حاجه اللي غتوضح لهم غير داك الهيكل اللي حراتو الشتا. هنا رجال الدرك الملكي داروا واحد البحث تما في داك الدوار، سولوا داك الناس ديال داك الدوار واش شي واحد تختفى له شي واحد شحال هادي، شي واحد غبر له شي واحد شحال هادي. هذوك الناس قالوا لهم لا سيدي، لا ما كاينش هادشي، حتى واحد ما مشى له شي واحد من العائله، حتى واحد ما ديكلارا بان راه مشى له شي واحد من العائله او اختفى ليه او خرج من الدار وما رجعش. مزيان، هنا رجال الدرك الملكي جو حتى كما كنقولوا او هاد العظام البشريه اصلا مدفونه قديم،
ماشي شي جريمه اللي جديده غادي يبحثوا فيها داك الساعات، غيتسناو التقرير ديال الطبيب الشرعي ياكد لهم باش مات وفوقتاش مات باش يبداو التحقيق. غيجي التقرير ديال التشريح الطبي. الطبيب الشرعي شنو قال لهم؟ قال لهم السيد هذا ما ماتش بإثر ضربه، زعما ما تلقاش شي ضربه او شي موس او كذا او كذا. السيد غالبا غيكون تقتل عن طريق الخنق تشنق، والسيد راه تكون في العمر ديالو داك 71 سنه، اي راجل كبير، وفوقتاش مات هادي تكون واحد العامين باش مات. اي هاد السيد هذا مول هاد الجثه عاد مات، والناس كيقولوا ما كانت لا مقبره ما لا والو. اذا في هاد الفتره هادي ما كانتش شي مقبره كاع، اللي فرض كان شي مقبره شحال هادي، ولكن السيد عاد مات هادي باش عام باش عامين باش مات. اذا شكون جابو لتما؟ الامر يتعلق بجريمه قتل غادي يبحثوا فيها رجال الدرك الملكي. رجال الدرك الملكي كان كيتسناو غير فتره اللي مات فيها هاد السيد، غادي يديروا واحد مذكره وغيبحثوا تما في داك اللي صار في داك الارشيف ديالهم باش يشوفوا داك البحث لفائده العائله. شي ناس جاوا كيقلبوا على شي واحد مشى لهم او كذا او كذا او كذا، قلبوا لقاو تما عندهم شي بحث لفائده العائله، عيطوا لداك الناس واش مات، واش مشى لكم شي واحد؟ مشى لنا شي واحد فوقتاش في الوقيته الفلانيه شحال، تكون هادي شي عامين او 3 سنين، شحال في عمره، قدا وقدا لا ماشي هو، جيب عاونت لاخر انت، لا مشات لي بنتي، لا ماشي هي، لان الجثه ديال الرجل مزيان. غادي يعمموا هذا المركز اللي لقاو في النفوذ ديالو هذا الهيكل، غيعمم واحد المذكره على المراكز الاخرى الا عندهم شي اختفاءات او شي وحده مديكلارين في الفتره ديال العامين بالاختفاء ديال شي واحد من العائله ديالهم، يحيلوا لهم داك البحث لفائده العائله. الناس تمايا راجت هذا الخبر بان راه لقاو شي هيكل عظمي في الغابه وكذا وكذا وكذا، راكم عارفين شاعت الاخبار، وشاعت الاخبار بان داك الهيكل ديال الراجل في العمر ديالو كذا وكذا مزين وعنده سنه ديال الذهب، هنا غادي يتوصلوا رجال الدرك الملكي من واحد المقدم. داك المقدم تابعين له جوج دواور، اي هاد الدوار اللي لقاو فيه هاد الهيكل العظمي، وتابع له واحد الدوار واحد اخر، ولكن داك الدوار ما تابعش للنفوذ ديال الدرك الملكي اللي تواجد في النفوذ ديالو هاد الهيكل العظمي. اي داك الدوار تابع نفوذ الدرك الملكي واحد اخر، شي مركز واحد اخر، وهذا اللي وقع فيه المشكل تابع المركز ديال الدرك الملكي واحد اخر، ولكن قياده واحده. اي داك المقدم هاد جوج دواور كيشرف عليهم. توصلوا بان واحد السيد في هذا العمر هذا ديال شي 69 سنه 70 سنه تختفى العائله ديالو هذه شي عامين، كانت هذه نقطه مهمه. رجال الدرك الملكي نسقوا مع داك المركز اللي ساكنه في النفوذ ديال هذه العائله، كيلقاو بالفعل هاد الناس هادو جاوا ديكلاراو قبل سنتين بالاختفاء ديال الاب ديال العائله. هنا رجال الدرك الملكي غيجيبوا داك البحث لفائده العائله وغيعيطوا داك الناس. جات الزوجه ديالو وواحد جوج بنات ديالو، الزوجه ديالو كبيره في اللاج، هي مراه كبيره، سولوها رجال الدرك الملكي قالوا لها شريفه انت درتي بحث لفائده العائله على الزوج ديالك في الوقيته الفلانيه؟ قالت له سيدي بالفعل. الراجل ديالك شحال في عمره؟ وسيدي الراجل ديالي كان داك الساعه عمره شي 71 سنه. مزيان، وكيفاش حتى اختفى الزوج ديالك؟ وقالت له سيدي الزوج ديالي واحد الصباح ناض ومشى هو ولد خوه للمدينه باش يبيع واحد البقعه ارضيه عنده في البلاصه الفلانيه. في العشيه ولد خوه جا، الراجل ما جاش، فسولنا قال لك اودي راه خلاه في المدينه وراك غادي يجي وهذا الشيء اللي كاين. مزيان، قالوا له هاد الزوج ديالك علاش كيدي معاه ولد خوه؟ وقالت له سيدي كما عارفين انا رزقني الله مع داك السيد غير بالبنات، غير البنات هما اللي جاب الله، ما عندوش اي دراري، وكيعتمد على ولد خوه كدري باش كيستعان به في هذه القضيه هذه. مزيان، قالوا له الزوج ديالك حنا راه لقينا واحد الهيكل عظمي في البلاصه الفلانيه، اي في الغابه في الدوار المجاور ليكم، والراجل ديالك كانت عنده شي سنه ذهب او شي حاجه بحال هكا في امه؟ قلت له سيدي بالفعل كانت عنده واحد الناب ديال الذهب، كان طاح ليه وكان عوضه بواحد الناب ديال الذهب. مزيان، اذن رجال الدرك الملكي عرفوا داك الهيكل ديال من، خصهم غير يزيدوا يبحثوا. هنا ضروري ما غادي يعيطوا لداك ولد خوه يستمعوا له حتى هو، لان الاقوال اللي جات ديال
على هاد السيده هادي، اي هاد الزوجه هادي اللي جاو كيسمعوا لها، نفس الاقوال اللي قالت هادي عامين فاش اختفى لها الراجل ديالها وجات كديكلاري، نفس الاقوال قالتهم حتى دابا. غادي يعيطوا داك ولد خوه، جا لبريكاد، السلام عليكم السلام، عيطوا لي شنو بالخاطر؟ قال له غير بغينا نسولك على واحد عمك كانت اختفى هادي عامين وانت اخر واحد كنتي معاه. قال ما سيدي بالفعل، ايوا كيفاش تمشى تتختفى؟ قال له ما سيدي عمي داك النهار عيط لي بالليل، قال لي ودي في الصباح راه غنمشيو للمدينه انا وياك تعاوني، راه غنبيع واحد الارضيه عندي في بلاصه فلانيه لشي واحد وتكون معايا. قال له ما سيدي وبالفعل في الصباح جيت عنده دقيت عليه، قلت له عمي مشيو انا وياك للمدينه باش انا مشينا تكاتبنا حنا وداك السيد وتبيعنا وشرينا. عمي دور معايا قال لي ودي هاك سير تقضي تقضى لوليدات شي حاجه وشري شي حاجه، انا حقا راه غادي نبقى في المدينه نقضي شي غرضات هنايا وحتى نتلاقاو في الدوار. قال له ما سيدي مشيت انا في العشيه للدوار حتى جاو عندي بنات عمي ومراتو كيسولوني على عمي فينا هو، قلت له ودي راه سمحت فيه في المدينه، قال لي ودي خليني تمايا قضي شي غرض. كانت الاقوال كذلك مطابقه لذاك الاقوال اللي قال المره الاولى رجال الدرك الملكي، لقاو داك الاقوال اللي قال هاد السيد هذا، اي هاد ولد خوه ديال الضحيه، نفس الاقوال اللي قال قبل سنتين فاش جاو كيسمعوا ليه على الاختفاء ديال العم ديالو. مزيان، هنا رجال الدرك الملكي رجعوا استدعاو الزوجه ديال الضحيه، جابوها قالوا لها شريفه بغينا نسولك، الزوج ديالك ما عمرو شكى لكم شي واحد؟ ما عمرو قال لك شي واحد تعدى عليه او شي واحد؟ قالت لهم لا سيدي ما عمرو زعما تشكل بشي واحد، واصلا الزوج ديالي معروف في داك المنطقه كيدير الخير وكل شيء كيتعاون معاه وكل شيء كيحبو. قالوا لها في هذه الفتره هذه اي في هذه الوقيته اللي اختفى الزوج ديالك ما عانيتوش بشي مشاكل بحكم انك انت عندك غير البنات ماشي شي واحد خصو الورط او كذا او كذا؟ هنا غيتوصلوا بواحد القضيه، لان هذه القضيه هذه مشابهه بزاف ديال الناس كيكونوا عندهم شي عائلات كيكون عندهم غير البنات، فاش كيموت الزوج ضروري ما كيجيو الورثه، اي ولاد الاخ ولا شي خو ولا شي واحد كيجيو بغيو يورثوا فيه. سولوا على هذه النقطه هذه. هنا الزوجه وقت ما ودي راه مشكل واحد كنلقاوه مع من؟ كنلقاوه مع بنت خوه ولد خوه. شكون ولد خوه؟ ولد خوه اللي كان معاه في السوق اللي مشى يقضي مع هذاك النهار الغرض وسمح فيه في المدينه. مالهم؟ فقالوا ما سيدي هاد السيد هذا كل مره تيجي هو واخته باغيين قالك الورث باغيين يورثوا في بناتنا، لان عندنا حنا غير البنات باغيين يورثوا في داكشي اللي خلى. مزيان، هنا رجال الدرك الملكي سولوا هاد الزوجه هادي شنو كيدير في حياته، وسيدي كان خدام غير مع عباد الله كيخدم في الفلاحه وكذا وكذا ومزوج، ودابا في هاد المرحله هادي راه ولات عنده واحد المحل في المدينه وعنده الدار في المدينه وشرا واحد البقعه ارضيه هنا في العروبيه وراه باني فيها الدار. السيد فاش خدام؟ خدام سيدي في الفلاحه. كيفاش هاد السيد هذا في هاد المرحله هادي غادي يدير هادشي كامل؟ عنده في المدينه وعنده هنا غيخدموا رجال الدرك الملكي ذكيين، غيمشيو يجيبوا اي الزوجه ديال هاد ولد خوه ديال الضحيه، جابوها للبريكاد قالوا لها بغينا نسولوك نعطيك السر غير واحد القضيه، انت فاش تزوجتي بالزوج ديالك كانت عنده شي املاك كانت عنده شي حاجه؟ قلت لهم لا سيدي فاش تزوجت بيه كان عنده واحد المحل مخليه له باه وراك عارفين قاضي الغراض كيخدم في الفلاحه وكنعيشوا. ايوا الراجل ديالك شنو عنده دابا؟ وسيدي عنده الدار في المدينه وعنده واحد الحانوت وعنده بقعه ارضيه هنايا باني فيها وكيدير الفلاحه. ومنين جا هذا الشيء؟ وقالت لهم سيدي والعلم لله انا براسي شحال من مره سولته كيقول لي ودي رزق ديالي خدمت فيه عرقيت فيه. مزيان، هنا رجال الدرك الملكي بداو كيدخلوا الشكوك اللي هم حول داك ولد خوه ديال الضحيه، لانه هو اللي كان معاه في داك الوقيته، والسيد حسب البحث اللي داروا باع واحد الارضيه اللي هي كبيره بثمن هو كبير في داك الوقت، كان واحد الثمن اللي هو واحد المبلغ اللي هو باهظ، والسيد دار هاد الاملاك هادو كاملين. كيفاش هاد القضيه هادي؟ هذا رجال الدرك الملكي خلوهم الشك في ولد خوه ديال الضحيه، جابوه سولوه قال له نتايا قبل ما يموت عمك شنو كنتي كدير في خدمتك؟ قال له سيدي كنخدم في الفلاحه وكذا وكذا وكذا.
ودابا شنو عندك؟ قال لهم سيدي عندي واحد الدار في المدينه وواحد الحانوت وعندي واحد الارضيه هنا باني فيها واحد الدويره ساكن فيها انا والوليدات والمراه. فاش درتي هذا الشيء؟ واسيدي هذا غير شي عام ونص باش درته. عام ونص درتي فيه هذا الشيء كامل. واسيدي درت فيه هذا الشيء كامل. ما جبتي الفلوس؟ قال لهم سيدي خدمت على راسي، كنت كنخدم في الفلاحه وكنخدم وكنجمع حتى درت هذا الشيء. ولا هو ما غداش هذا الشيء كامل في هذه المرحله هذه. هذا الشيء مبالغ فيه، راه الناس ضربوا سنين وما دروش هذا الشيء. وقال لهم سيدي هذاك الشيء رزقي انا درتو، راني درتو. السيد بدا تيطلع في السماء. تخبرات النيابه العامه بهذه القضيه هذه، قالوا له ديروه تحت الحراسه النظريه وعمقوا معاه الباحث. هنا رجال الدار الملكي شنو غيديروا؟ مشاو جابوا الاخت ديالو، اي الاخت ديالو اللي كتجي عند مرات عمها كتقول لها خصني حنا تقسموا الورث. جاوا عندها قالوا لها انت هي مشيتي عند مرات عمك وقلتي لها بان خصك تقسمي الورث وعمك مختفي، ما عرفتوش نتوما الناس كيورثوا حتى كيموت السيد، كيفاش نتوما بغيتوا تورثوا في السيد هو مازال ما باينش فينا هو؟ وقالت لهم سيدي ما كنخبي عليكم، راه خايل اللي كان كيجي عندي كيقول لي ودي راه عمي راه مات، يلا معايا نطلبوا حقنا عند مرات عمي. واش عرفوا مات؟ وقالت لهم سيدي هادشي كان كيقول لي، حنا كان كيقول لي بان عمي ما عمرو غادي يعاود يرجع، صافي عمي مشى مات يلا نمشيو عندهم يعطيونا حقنا. هذه كانت اقوال مهمه ادلات بها اخت هاد اللي كان مع عمو اللي مشى باعوا ويا الارض. هنا كانت واحد النقطه اللي افاضت الكاس، رجعوا عاوتاني جابوا هاد ولد خوه ديال الضحيه، سولوه قالوا له انت مشيتي عند مرات عمك كطلب حقك ديال الورث؟ قال لهم سيدي مشيت انا واختي. وعلاش مشيتي؟ قال لهم سيدي مشيت نطلب حقي وحقي اللي كيعطي لي الله. قالوا اسمع سيف، الناس كيطلبوا هذا الحق هذا فاش كيكون السيد مات، السيد كان غير مختفي باش انت عرفتيه مات باش تورث فيه، وانت كتقول لاختك بان راه عمي راه مات راه ما غيعاودش يرجع باش عرفتيه انت مات، قول لينا باش عرفتيه مات. السيد دخل معاه الصاد بدا يتزير. قال له اول حاجه انت تختفى عمك، درتي واحد الثروه اللي هي مهمه، مشيتي كتحرض اختك باش تمشي عند مرات عمك تطلب لها الورث، وانت عارف عمك كان غير مختفي وكتقول له بان راه مات، باش عرفتيه مات؟ حنا السيد راه لقيناه في الغابه، لقيناه في الغابه مليوح غير العظام، وانت اخر واحد شتيه وانت اللي درتي الثروه مور ما اختفى هو. السيد زير قالوا ما سيدي اللي عطى الله عطاه، انا نقول لكم الحقيقه، انا اللي قتلت عمي. كيفاش قتلتيه؟ وقالوا ما سيدي عمي داك الصباح جا عندي، مشينا انا وياه بعنا داك الارض في المدينه، وفاش سالينا قلت له ودي عمي غنمشيو انا وياك ناكلوا الشوا في بلاصه فلانيه، ديت له واحد القهوه باش ناكلوا حنا وياه الشوا، وما مشيناش لذاك المحطه ديال الطاكسيات اللي كنركبوا فيها، بديت كنبعدوا على واحد المحطة، ديتو محطة واحدة أخرى، داك المحطة ماشي هي المحطة ديالنا، المحطة ديالنا معروفين حنا فيها وكيعرفونا بأن حنا الناس ديال الضوا، مشينا لواحد المحطة أخرى في المدينة ومشينا ركبنا من جهة أخرى. فاش ركبنا تمينا غاديين للدوار، دزنا على الدوار اللي حدانا، قلت لعمي ودي نتايا راه تابعك العين وهاد الفلوس اللي راك تبيع وتشري وكذا والأراضي، يلا دوز لواحد الدار يحورها هنايا، طلبوا من واحد البركه ونتصدقوا من تمايا ومشيو بحالاتنا. قالوا ما سيدي بالفعل نزلنا من داك النقل المزدوج وتمينا غاديين، دخلنا في وسط الغابه، بقيت غاديين انا وياه في وسط الغابه باش ندوزوا لذاك الضريح بطريقه مختصره زعما باش كنختصروا الطريق. فاش وصلنا لوسط الغابه هو هز الفلوس معاه وانا هز داك البركه اللي عطاني، جيت موراه وخنقته حتى عرفت بانه مات. جيت لتما وجبت له واحد البلاصه جنب الشانطي، درقته بواحد الشطب وواحد الربيع، ومشيت هزيت داك الفلوس ومشيت للدار، مشيت للدار حطيت داك الفلوس، درت شي الوحده ديال جوج الليل كنرجع، جبت معايا واحد البالون فاس ورجعت، حفرت تمايا ودفنته ومشيت بحالاتي. فاش جاو كيسولوا عائلتي قلت لهم اودي راه خليته في المدينه. هاد المجرم هذا علاش ما بغاش يمشي لذاك المحطه اللي كتدي للدوار؟ لان كيعرفوه، كيعرفوا داك
كيعرفوا شكون اللي كان معاه داك النهار حتى الا اختفى وجاو رجال الدرك الملكي وسولوا غيسولوا داك صحاب الطاكسيات مع من مشى مع من كان. المجرم كانت عنده خطه ذكيه، قال غادي يجيو للمحطه يسولوا ارا ندير المحطه واحده اخرى ما كيعرفنا فيها حتى شي واحد ومن تما نركبوا ومن تما ندير اللي غادي ندير. كانت هذه الاقوال ديال هذا المجرم اللي غادي يتقدم للعداله وغادي يتحكم بالعقوبه ديال المؤبد بتهمه القتل العمد مع سابق الاصرار والترصد. متابعينا الكرام كانت هذه جريمات اليوم وهذه قضيه اليوم. شنو المستفاد متابعينا الكرام من خلال هذه الحلقه؟ هذه كما قلت لكم في الحلقه اللي دازت بان غنعرض عليكم واحد القضيه اللي ديال الروح عزيزه عند الله، شوف دفنوه في الغابه وشوف السبب باش تكتشفت هذه الجريمه هذه. شوف العظمه ديال الله، طاحت الشتا الجود تخرجت فوق الارض بانوا داك العظام حتى توصلوا ليه رجال الدرك الملكي اللي تحكم بالعقوبه ديال المؤبد كما قلنا. متابعينا الكرام كانت هذه قضيه اليوم ونتمنى تكونوا خديتوا منها العبره ونالت الاعجاب ديالكم، وكنعتذر لكم لان الصوت ديالي النهار ماشي كما عودتكم. الصوت ديالي جراء النزله ديال البرد الحاده الصوت ديالي تغير، وان شاء الله نتلاقاو في حلقه قادمه. وكما كنقولوا في نهايه كل حلقه الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.